بذكرى 4 آب لويا عم تحيي لقاء مسرحي بمسرح أجوب درميلكونيان ببرش حمود تحت عنوان 1B0B1B. ليه هالعنوان؟ لأن هذا التوقيت الدقيق لتفجير بيروت اللي خسرنا فيه كتير من ناسنا ومن حالنا. استبدلنا الصفر بالبي لرمزيتها بمدينة بيروت، مدينة السلام، لنوصل رسالتنا إنه بيروت will always be. شو الرسالة اللي أنت عم بتوصليها كأنتونيلا من هالمسرح؟ رسالة إنه أنا امبارح قلت لك شغلة، إنه أنا ماني بـ30 ولا بـ20، لو كنت بهذا العمر كنت رح كون مثلهم، ما في أمل. لأنه أنا بـ50 عندي أمل، هيدل عندي أمل وحنضلنا موجودين بلبنان. كتير عم بزعل إنه كل عالم صار بدها تهاجر، أنا بدي ضلني بلبنان وبدي ضلني بحية وبدي ضلني بالأشرفية. أنا بكيت 100 مرة أنا عم بحضر المسرحية، لأنه كل كلمة قالوها عشتها بـ4 آب مع كل شخص. صحيح بنتي كانت راحت عتكة لأنه كانت نازلة مع أصحابها وتأخروا أصحابها وبالصدفة ما نزلت، يعني نحنا كانت الصدفة هي اللي عم تلعب. وبس صار الانفجار حسيت انه لازم فل، بس بنفس الوقت لازم ضل، فحتى ما يجوني دغري الفكره انه فل، قررت انه شارك بهذا البروجي لاشوف قد ايه ممكن اتحدى حالي بالرغم من كل اللي عم يصير، بالرغم من الانفجار، انسى الانفجار بنفس الوقت انه كفي. هيدا مش قصتي، بس هيدا قصتي. انا فاقد الامل. ايه فاقد الامل؟ بقول انه ولا ممكن 0.00001% يرجع يمشي الحال. اكيد في، اكيد في، بس ما عم لقيه. ما حدا صار له شيء very severely، بس انه physically، بس mentally والقصص الصغيره يلي بتاثر، يلي it leads to people كمان يفكروا يفلوا بطل فيهم. هول القصص ما بينحكى عنهم كتير بس موجودين. اللقاء المسرحي خلص ولكن القصص ما بتخلص. بذكرى 4 آب للألم والحزن بدنا نرجع نوقف على إجرينا، نتمسك بالحياة.